إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن إدراك المسنين لبعض القصور الذين يجدونه في حياتهم بشكل عام، وأيضا ممكن يكون القصور بطء في الاستجابة لأن قدرة المسنين على التعبير عن مشاعرهم تكون أقل إذا إذا دخلوا في فترة الشيخوخة. طبعا فيبدو طبعا يحس الشخص أو الرجل أو الفتاة أو المرأة التي تعاني من شيخوخة باردة قليلا، يكون بارد قليلا ما يتفاعل، لا يفرح بسرعة ولا يحزن بسرعة. قد يخلق ذلك أيضا حساسية لدى ذويه الذين لا يدركون هذه الخاصية أو العلامة المحددة. طبعا بعض الأحيان الناس يتهمون بعدم الاكتراث أو عدم المبالاة، ولكن تجدر الإشارات إلى أن التقدم الكبير في السن وضمور الفص الجبهي للدماغ يؤدي إلى التغيرات السريعة والغير عادية في المزاج. فمثلا يبكي المسن بسرعة عندما عند يحس بالحزن، وأيضا يبكي بسرعة عند الحديث عن قريب أو صديق حصل له شيء مزعج، ولكنه لا يلبث إلا أن يضحك عندما يكون هناك سبب للضحك ولو كان بسيطا. وبالتالي فإن يتأثر هذا الأداء الوظيفي بالتقدم في السن، خاصة في الواقع التي تعتمد على كفاءة الوظائف الذهنية مثل الأنشطة الحسية والإدراكية أو الانتباه المتقطع، وأيضا الذاكرة ممكن يحصل لها مشاكل وتضعف في هذا العمر. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.